دخل. يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا بداية ننعي السلطان قابوس اللي فقدنا النهاردة في فجر اليوم، ونتمنى للسلطان هيثم ان شاء الله يعني مستقبل كبير لسلطنة عمان، لانها يعني تعتبر يعني جزء من مصر، بين ارتباطات وثيقة جدا من كل المنطقة العربية. يعني طبعا انتوا عارفين السلطان قابوس عليه رحمة الله تولى الحكم بعد ما عزل والده يعني، وتولاه وهو صغير، كان عنده 29 سنة، كان درس هو بره وتعلم بره ودرس كمان حاجات عسكرية كبيرة، عشان كده هو عمل حاجات لعمان جميلة جدا. وطبعا هو في التاريخ العصر الحديث اللي احنا فيه ده هو يعتبر ثالث حاكم قعد مدة في حكمه طويلة، يعني يومه كان في الحكم طويل، هو قعد حتى بالضبط يعني 50 سنة أو ممكن تبقى شهور، لأن احنا في سنة 20، لأنه يعني مسك الحكم في وهو عنده زي ما قلت حركه 29 سنة. كمان في الملكة إليزابيث اللي هي في إنجلترا دي أقدم واحدة، دي نمرة واحد، دي ربنا يديها العمر يعني، بس دي ما بتحكمش، دي من سنة 53 هي بتحكم إنجلترا، بس حكم شرفي. إنما اللي بيحكم إنجلترا وهي كانت جت في عهد تشرشل، طبعا كان راجل مهم جدا. هي دي برضو فكرة تخلينا نبقى نفكر إن إحنا نقدم لكم شخصيات عالمية ليها تاريخ مهم وليها مواقف كبيرة. بعدها بيجي سلطان بروناي، ده تولى 67، فدلوقتي بقاله 53 سنة، ثم السلطان قابوس عليه رحمة الله. فنتمنى لسلطنة عمان كل الخير وكل التوفيق، والشعب عمان نقدم التعزية خالصة ولكل الشعب العربي. كمان عايز أقول إن إحنا النهاردة أنا كنت مع محمد منير الصبح بنودع محمود. محمود دوت قريب منير طبعا، وهو اللي يعني ملاصق لمحمد منير من سنين طويلة جدا جدا. فأنا بقول للسادة جمهور محمد منير، أرجوكم، محمد منير محتاج ونس، لأنه هو كان ملاصق لمحمود. تعرفين منير عايش لوحده، عنده أخواته ربنا يخليهم له جميعا يعني، لكن النهاردة فكان في حالة حزن عميقة جدا جدا جدا، لأنه فقد حد يعني مش بس مسألة القرابة، لا هو صاحبه يعني وأخوه وبيعمل له كل حاجة. فأرجو من جمهور الفنان الكبير محمد منير إنه يرسلوا له رسائل كتير 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 عشان خاطر يحس بالونس. وأنا عارف جمهور الفنان الكبير محمد منير جمهور عريض، خاصة إن منير أنا أعرفه عن قرب، وهو حساس جدا يعني ما بيستحملش خالص، بينهار بسرعة، رغم إنه النهارده كان واقف وقفة يعني صلبة وعمل كل حاجة وظبط كل الحاجات يعني، والعزاء إن شاء الله بعد بكرة في مسجد الشرطة. فيعني نتمنى من منير إن هو يتماسك ويعود إلى جمهوره يغني. المطرب في أحزانه يغني، وفي أفراحه يغني، وفي أحزاننا يغني، وفي أفراحنا يغني. المطرب لا يجد نفسه إلا على المسرح وهو يغني. فأنا أدعو محمد منير إن هو يعمل حفل قريب ويطلع كل اللي في صدره للناس، والناس حاسة بيه، والغنى يعني يشفي صدور الإنسان لما يكون الواحد متضايق أو يومه بادئ بداية مش لطيفة. لو بتحب مطرب معين أو مطربة معينة تسمع أغنيتها تنقلك من حالة لحالة تانية خالص. فيعني نتقدم بالعزاء لمنير، وبدعو السادة جمهوره الجمال جدا اللي بيقعدوا واقفين ثلاث ساعات يسمعوه، ان هم يخلوا بالهم، منير محتاج يعني شوية ونس من حضراتكم. في بقى ايه تاني؟ انا امبارح طلبت من حضراتكم تكلمونا عن ابن طولون وعن مصطفى نحاس، مصطفى باشا نحاس. وانا مبسوط جدا ان في يعني ناس كتير، انا بس اخد اسماء كده، نسمة وداليا وعماد، يعني بحفظ الالقاب، ومحمد وعمرو محمد حنفي ونور ومجموعة من الناس، ومحمد ودكتورة إمامة الله اسمها حلو قوي، ومحمد الشايب، وناس كتير يعني بعتولنا معلومات، وده انا بعمله عشان نتونس ببعض واحنا بنشتغل. وفي ناس كمان طلبوا ان انا اعمل الفقرات بتاعتي حلقات، يعني اجيب مثلا تاريخ الدولة العثمانية،
الإمبراطورية العثمانية أجيب التاريخ دوت وعلاقتنا بالدولة دي إيه وعملت إيه، التاريخ ده حاجة صعبة طويلة جدا. لكن يعني أنا ما عنديش مانع خالص لو الطلب ده فعلا هيبقى حاجة مفيدة وكويسة يبقى شيء يسعدني. الحاجة التانية إنه في ناس طلبوا مني إن أنا أعمل الفقرات اللي بعملها دي للأطفال. هذه أمنية بعيدة جدا يعني أراها عن بعد. كان الله يرحمه بابا ماجد من الناس الجمال، وربنا يديها الصحة ويخليها لنا، الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، كانوا بيقدموا حاجات للأطفال، وده صعب جدا على فكرة. ما تفتكروش إنه يعني في ناس تقولك ده الأطفال يبقى أسهل، لا الأطفال أصعب بكتير. يعني الأطفال عشان أقدر أخطبهم ده أصعب بكتير. إنما هحاول أعمل حلقة وأعرضها لحضراتكم، وإذا لقيت استحسان أنا يسعدني جدا 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 إن أنا أقدم شيء من تاريخ الوطن العربي أو العالم حتى وارتباطه بمصر. يعني طول الوقت مصر مرتبطة بالعالم، مصر دولة مش مستخبية، عمرها ما استخبت على مدى التاريخ، عمرها ما كانت دولة كده بعيدة، طول الوقت هي موجودة وبكثافة وبأهمية كبيرة جدا. فلو ده هيسعدني جدا. النهاردة اخترنا نعمل لكم حاجة بمناسبة هذا البرد الشديد، نتجول على الأكل السخن. فخدنا من القاهرة العدس، وخدنا من أجا البليلة، وخدنا الفول من رشيد، وخدنا البغلية اللي برضو زي العدس كده ورز بيتعمل بطريقة لطيفة جدا من الواحات، وخدنا العيش الشمسي اللي من أسيوط، نماذج من البشر. وأنا في منتهى السعادة بأن ناس كتيرة مبسوطة بالنماذج اللي بنقدمها، فأنا اخترت أن أقدم لكم مجموعة من النماذج مختلفة في القاهرة في مصر. ناس عندها حماس طول الوقت وحبة الدنيا وبتشتغل وبتكافح، ولا بتغني ولا يعني مش بتغني أصدقاء ولا بتقول كلام كده ولا كده ولا كده، ناس بتشتغل وبتبقى هي نماذج للإصرار والتحدي في الحياة بدون أي كلام، لكن لما بيطلعوا على الشاشة بيبقوا إضافة كبيرة جدا جدا لكل الناس اللي بتخزلها الدنيا، اللي بتصدها الدنيا، اللي بتحس بأنه مفيش أمل مفيش فايدة. تقوم تلاقي ناس طول الوقت لا تتراجع عن الهمة. فتعالوا نعمل جولة ما بين القاهرة وأجا ورشيد والواحات وأسيوط. صباح الفل يا جميل، دي بنتك؟ اه. ازاي؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي صبريه محمد جبال. صبريه هي دي صبريه. ابوك سماكي كده عشان عارف؟ طبعا. وانت اسمك ايه؟ وفاء. وفاء الحمد لله. مين وفاء كله؟ الله يخليك. انا جوز الدنيا كلها عندي والله. عندك كام عيل؟ انا عندي 4 صبيان وبنتين. تمام. وانت ساكنه فين بقى؟ ساكنه مع امك؟ قاعده واخده اوضه عندها. اوضه في شقتها؟ هي لا، امي قاعده في اوضه شقه. واخده شقه اوضه في شقه؟ لا ايوه، انا واخده اوضتين، اوضه لبنتي واوضه لي انا، والحمام مشترك الشركه. طبعا. وانت قاعده قلت لك عيال؟ اه. تلات عيال دول فيهم بنات؟ اه بنتي، ولسه مجوزاها انا بعد ابوها ما توفى جوزتها. وعندي كام بنت تانية؟ بس هي بنت واحده وولد. وجوزتيها؟ اه جوزتها. ومشيت خلاص؟ اه. وانت قاعده مع امك بقى؟ اه قاعده مع امي. بس كل واحده في اوضه. بس هي قالت لي بدل ما تروحي انا وعلينا انت تشتغلي معايا. بعد ما جوزي اتوفى هي خدتني بقى. كنت بتشتغلي قبل جوزك ما يتوفى؟ لا، اما كان رجال وقتها كنت بشتغل برضه. شغاله معايا. ايه بقى حكايتك مع العدس يا صبريه بقى؟ ولا حاجه والله، دي حاجه. احكي لي بقى، انت اتجوزتي امتى يا صبريه؟ مين انا؟ انا دلوقتي ماشي اترككم، قلت للجدع اللي جاني هنا 75، انا عندي 76. ان شاء الله مش باين عليك. الله، انا مش باين عليا برضه. عايز دور على خشب. امسك الخشب اهو. لا 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 لا. ربنا يستر. بقى اتجوزتي منين يا صبري؟ انا كنت في الوادي الجديد اصلا. من الوادي الجديد؟ اه. وكان جوزي متجوز هنا وقعد هنا يعني.
انت مراته الثانيه؟ ايوه مراته الثانيه. وابوكي وافق يتجوزك ليه؟ وافق. وكان عندك كم سنه؟ انا كان عندي صغيره ما كنتش كملت 17 سنه. وهو كان عنده كم سنه؟ لا ده كان كبير. كبير يعني عند 40 مثلا 50؟ لا اكبر. لا داخل على 55 سنه. اتجوزت واحد عنده 55 أيوة. سنه؟ ايوه اتجوزت. وانت عندك 15 سنه 17 سنه؟ اه عندي. مش عارفه ساعتها كان كام؟ 17 سنه كده. وما قدرتيش تتكلمي ابوك قال اتجوزي ده اتجوزي خلاص احنا عندنا الوحيد يا استاذ محمود اللي كده كلمه واحده ما فيش غير ما تراجعيش الكلام مع ابوك ولا اخوك. جيت عشت هنا؟ عشت هنا. عشت لوحدك بقى ولا مع ضرتك؟ لا مع لوحدي ما كنت طلقها بقى كنت طلقها ورحت متجوزه بس كانت بتربي له العيال برضه كانت بتربي له العيال خلفت بقى الست عيال دول خلفت الست عيال وهو كان معاه ثلاث عيال وهو كان معاه ثلاثه من الثانيه كانت هي برضه بتربي ما بتشتغليش انت؟ لا ما كنتش بشتغل. هو بيشتغل ايه بقى؟ كان بيشتغل بتاع بلاستيك عامل بتاع بلاستيك. حلو. الكوبايات ده الشماعات الاطباق الحاجات دي. كويس وبعدين؟ لا كانت الظروف برضه. وتوفى. امتى بقى؟ لا توفى دخل بتاع 23 سنه دلوقتي وزياده. ساب لك العيال دول قد ايه؟ هي ربتهم انا اللي ربيتهم ما كنتش متجوز منهم ولا عيل. ما كانش ولا واحد متجوز. ما كانش للبيت دي ولا حد بيشتغل؟ لا. كانت امي بعد ما توفى بقى بدات تشتغل بقى بدات تشتغل ايه بقى؟ بعد ما جوزي توفى كنت عند جامعه الطبيه. ابوكي فين بقى مات؟ لا مات طبعا. ومفيش اي حاجه سايبها؟ لا اخواتي بس كل واحد الحمد لله. انت قاعده دلوقتي بالعيال؟ بالعيال باولادي. وابو وفاء توفى؟ ابو وفاء. نزلت تشتغل؟ نزلت اشتغلت. اشتغلتي فين بقى؟ لا اشتغلت في درب البرابره هنا برضو بتاعت اكل. كنت بحمر بطاطس و برضو اكل في السيف بس فول وبيض وجبنه وبطاطس وكده. درب النفس. وجيت في الشتاء عملت العدس. هنا بقى؟ لا هناك برضو بدانا كان هناك. كويس. قعدتي كام سنه على كده؟ قعدت ده انا داخل اللهم صل على النبي يعني على 25 سنه مواد. لا اكتر اكتر. 28 سنه. يعني بتعملي بقى خطتك اليوميه ايه بقى؟ نتكلم في الشتاء ونتكلم في الصيف. في الشتاء العدس. انا وفي الصيف بقى جبنه قديمه جبنه بيضاء بصاره بطاطس محمره. طب نيجي في الشتاء بتعملي العدس ده بتبداي تشتغلي الساعه كام بالليل؟ لا الساعه 2 ونص او 3 ببقى هنا. هنا اهو. 3 الفجر. 3 او 2 ونص. بتشتغلي امتى في البيت؟ لا في البيت بقوم الساعه 11. تبدا من الساعه 11 بالليل. يعني اخش انام انت تقومي؟ لا انا اقوم. تبداي تعملي ايه بقى في البيت؟ الحمد لله اضرب العدس مثلا تحضر حق احضر حاجتي مثلا وكده وانزل. تنزلي الساعه 3 مأكولات بيتي تيجي 3 او 2 ونص كمان. وهي حلت عدس واحده؟ لا حلتين. في حله ثانيه؟ جي وجي. بتجيبيهم الصبح؟ في الاذن. ومعاهم مثلا والعيش المحمص بره وكله بره بيكونوا مليانين عدس. امك بتيجي الساعه 3 هنا؟ انا باجي لها 8 بقى بنام انا او كده. هي قعدت النهارده عشان خاطرنا. ايوه اتصال من امبارح اللي حضرتك جايه الساعه 8 الصبح. انت بقى تمسكي الشغل؟ انا انزل هي تمشي. انما بالليل امك؟ امي بالليل لحد 8 ما بتلحقش تنام والله. ساعه ساعتين مش مشكله. الساعة عندي يعني ب 24 ساعة مش مشكلة. الأم المثالية يا أستاذ محمود. الحمد لله. الأم المثالية الحمد لله. شقيت علينا كتير. وكانت الحمد لله. شقيت علينا الحمد لله. وعملت كل حاجة من حالة الحادثة. الحمد لله. وجبنا الريش والفول الفول والصيف. وعملت فول بقوطة مش فول سادة لأن أنا الناس بتطلب فول سادة وقلت لهم لا أنا ما أذيش حق يعني معلش أنا شغالة ما أنتوا بتشتغلوا شوية فول بس سادة أنا ما أقدرش أشتغل فول تاني سادة. بعمل بقوطه بياكلوا فول بقوطه ما بستحرم يعني انا بستحرم الناس لان هي الناس بتعمل شويه فول بس هي بتعمل حله فول على قدنا انا بقى انا لزبايننا فول سادة تعملي حاجه مختلفه عشان الناس تشتغل. يعني هي بتعمل فول بقوطه عشان يبيع عندها فول بقوطه. اللي بيبيع الفول ربنا يسهل وهم عارفين كده يعني والله زي ما كده. وبرده الفول بتيجي الساعه الصبح برده لا باجي لا متاخره شويه بعد متاخره حوالي الساعه 3 ونص تستلمي العيش الصبح. طب ما انت كنت هي برده بتيجي في الفجر برده بس لما بعد شويه بقى رجعت باجي بدري بقى لان الناس عرفت لي خلاص انا بعمل الاكل كذا ما تيجي الناس بتاكل هنا بقى. لا على الترابيزه في ترابيزه هنا في ترابيزه بياكلوا على الوقت. ما تورينا شويه عدس ولا خلص ولا ايه؟ لا في لا في حضرتك ما تورينا في يا حبيبي بتجيبي كده العدس بكام بقى؟ عايز حاجه حاجه؟ نعم حاجتك ده بشعريه. يا سيدي يا سيدي
ده بسمنه بقى ولا بزيت ولا لا إيه؟ عندي سمنه عندنا عشان في ناس تبقى صايمه عندنا الزبده الواحده يعني هو ما عليهوش حاجه الوقت السمنه بلدي حلوه قوي اوعي تحطي تبن على وشمميها السمنه يا بنت انت ما تزعقيش لامي شمي السمنه كده معلش السمنه حلوه عنديش مثلا كده بصي ولا طبق والقلب هاتي قلب السمنه كده حطيتي ليمون لا حسب الزبون اللي ما يطلب بكام بقى الطبق ده حسب بقى في ببيعه ب 12 وب 13 ليه الفرق بين 12 و 13 عشان ببيعه بقى الزبده اما عليت الزبده قالوا لي ارغف واحد بديهم ارغفين مش مشكله عندي يعني دول. ما رغيفين كبار من دول هاتي قلبه السمنه كده احط لك ليمون يا استاذ محمود هاتي لي قلبه السمنه ما الناس كلها تاكل طب كل الكيلو العدس بقى بتجيبيه بكام لا انا بجيب بسرعه عشان يعمل معايا واجب ونسيتي مين واحد في شارع بورسعيد بيدولي ب 14 جنيه ما اكذبش عليك ما اعرفش بيدولي بكام؟ يا استاذ 14 جنيه دي شم شم برضه ما انا باينه مش اه هي دي الزبده بقى حسب الزبده يعني فاهم ازاي بجيب الزبده سياحه واماكن ما عنديش ما اعرفش بس كده بس الشعريه بقى بحمرها بزيت عشان في ناس تبقى صايمه في مسيحيين بيبقوا صايمين حسب الطلب انت تدي طبق بالرغيف برغيفين وجرجير وبصل وكده مجانا وعندي ليمون مخلل كمان اللي بيعوز ليمون مخلل بياخد طرشي بياخد يعني الحمد لله اتجوزت العيال من القصه دي لا الحمد لله ما احتجتيش لحاجه لا الحمد لله بص يا استاذ محمود اخويا سامي ده اللي قاعد مع ماما ظروفه برضه ده سامي تعالى يا سامي ده سامي بيقول عيان اه ده اللي تعبان شويه عنده القلب والسكر وكده وانت لما اتجوزتي مش كان عندك شقه؟ لا قاعدين قاعده في اوضه شركه والله قاعده في اوضه طول عمرك قاعده في شركه والله حتى في ناس جت زارتني من الممر هنا جون البيت شافوا الاوضه شركه ما عنديش شقه طول عمرك في شقه اه طول عمرها اوضه الشركه يعني ابوكي لما اتجوزك في اوضه اه والله شركه يا النعمه دي وطول عمرك حمامك شركه الحمد لله على اربعه الشركه الحمام اللي عندي اثنين تاني غيري انا في ناس قاعده برضو في اوض يعني الحمام ده شركه على اربع يعني لما جوزك قعدته في الاوضه وخلفته الست عيال في الاوضه لا وعياله كانوا فين التانيين لا التانيين كانوا عند امهم بس بيجوا لهم ساعات يقعدوا معايا بس لا تبعد عنك كان ساعات بابا بيجي لا حول الله رب بس اللي عايشه يعني انت قعدتي بالاربع عيال بجوزك في الاوضه والحمام مشترك وفضلتي في الاوضه الحمد لله يا الحمد لله مش بقول لك استاذ محمود اللي بيصبر يا مينون الام المثاليه اللي بيصبر يا مينون ما انا صبرت كتير اللي بيصبر يا مينون ونقولت ايه؟ بتقول لك انا موت تراب السكه فري الحمد لله بتقول لك اهم حاجه انت بتقول لك اللي يصبر يا مينون يا مينون وانا نورت كتير والله الحمد لله قولي لي كده نورت طلعت عمره وطلعت حجه كبيره وكده في ناس صاحبات محلات ازاي بقى؟ يعني كده بشقاكي 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 حتى عي عيل عندي يديني يعني 100 جنيه ولا 500 اقول لهم لا ربنا يديك الصحه السيره الحلوه يا استاذ محمود اهم سيرتها حلوه في كل حته ربنا سيرتها حلوه ما تحتوجش حد ربنا ما يحوجك حد الحمد لله رب ربنا كرمنا ورحنا قدمنا لك باسم الحج الثانيه على جمهوريه مصر العربيه يا سلام ما بقول لك استاذ محمود الام المثاليه قرعة. الام المثاليه لا بس دفعت فلوس دفعت مبلغ حج قرعه ما انا فاهم الثانيه على جمهوريه مصر العربيه اول مره تقدموا لها طلعت الثانيه يا عم ربنا كرمنا ما بقول لك استاذ محمود الام المثاليه ربنا احنا من غيرها مش هنسويش حاجه خالص ما نسويش حاجه يعني ما نسويش حاجه من غيرها ربنا هي امنا وابونا واخواتنا الشغل ده قدرت تكملي كل الناس الحمد لله بس الشقه مع الحمد لله الحمد لله نعم ولا تحب تاخد حاجه بالاجل ولا تحب تاخد حاجه بالفايز ولا تحب كله بنفسها يقول لك اللي يقول لك حرام حرام استحرام كل الحاجات دي ولا تحب السليم من حد ولا تقول لك انا معايا جيب معيش ما اجيبش ربنا يديك الصحه الحمد لله يا سبحان الله الجعان بياكل اللي معاه بياكل معوش بياكل يعني يجي حد يقول لها معلش يا حاجه طبعا انا ما عنديش كده تقول له خد اي حد تقول لي اديني يا بنتي اول واحد انا شكلي ايه في الشغل تقول لي اديني الحمد لله يا استاذ محمود الحمد لله تقول لك اديني له معوش الله يخليك والله ما معيش فلوس انت بتديني اكل روح الله يبارك الحمد لله الله يسترك الحمد لله الله يسترك يا رب مدام بتتفرج عليك على التلفزيون زي العسل جميل 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 قوي معايا مراتي خانقه انا اقول كل هاتوا هاتوا
ده بيجيب كلام زي العسل. طيب كويس ان انت ما شفتني ما ضربتنيش ولا حاجه. انا نقدر نضربك. من انت يا اخي؟ اسمك ايه؟ محمد عمنا محمود يا باشا. اشتغل ايه يا محمد عمنا محمود؟ ساعي بره. هو راكن العربيه بره بتاع حضرتك. هو راكنك العربيه. اه انت السايس اللي بره؟ السايس اللي بره. وبتاخد منها سفلها ليه يا محمد؟ لا 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 بصراحه. الله يبارك لك والله. لا خليك يا رب وانت يخليك ويبعد عنك المرض. اوعى المرض. لا 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 مين اللي عمل فيه كده؟ طب دوق قبل شكل العدسه. طيب استاذ محمود بعد ما نخلص تصوير ما انا باشو باكله. دوق العدسه هيعجبها مش عاجبك؟ سخن. متشكرين يا صبرية. ربنا يخليك اهو. متشكرين قوي. متشكرين يا حبيبي. بتعمل ايه؟ السيف السيف جبنا قديمه وجبنا ريش. شفت حبايبنا؟ حبايبنا دول كلهم اولادي. حبايبنا لا 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 كلهم اولادي يعني. حطهم اولادي هنا. ربنا يسترها عليك. خلاص بقى اقفله عشان ناكل عدس. عايزك كيف اجا والبليله؟ البليله دي حكايتها من سنه 70. سنه 70؟ بقى لكم 50 سنه يعني. باذن الله. من ايام ما كنا بنبيع بتعريفه وسعر. بنعمل البليله. كنت انت ايام ابويا كنت انا عندي 9 سنين. اه وعم مشوي؟ عم صبر بقى اللي عم كان صبر. شغال. عم صبر ابويا والدي اللي هو اللي كان شغال. هو اللي كان قبل كده مثلا والدك كده كان حاجات بقى برضه بدائيه. ما انا بسالك والدك قبليه برضه والده كان برضه بيبيع بليله؟ لا هو والد اللي عمل الموضوع. وانتوا هنا من اجا؟ واحنا هنا من اجا. مش جايين من بلد ثانيه ولا لا؟ ليه بقى والدك اشتغل الشغلانه دي؟ والله هو كان اساسا بتاع بيعمل عصاير يعني زي تمر هند والسوز. طول عمره ليه. فكان بيجي مثلا في الشتاء يعمل البليله على اساس انها شتويه. وكنا نروح الموالد والاسواق. مش انت عارف الفخراني دلوقتي بعد 50 سنه. لكن انت شفت الفخراني مثلا بناخده واحده واحده. يعني من البدايه ما كانش عندكم محل. لا ما كانش في محل. كنت انا واقف قدام العربيه. هي نفس الباترين دي. دي 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 ابويا اللي عملها. ولذلك انا مش عايز اغيرها. انا عملت المحلات والدنيا وربنا ييسر. دي بقى كان ليها عجل وبتتزق. هي بتتزق. هي بتمشي. بتمشي بتتحرك. بس احنا بنطور فيها. وانت مع والدك؟ وانا مع والدك. في الشتاء تعملوا البليله؟ وفي الصيف نعمل حاجه الساعه التلج والشربات. ايه بقى اللي ميز البليله بتاعتك؟ الميز بقى انت عندك حب لمهنتك. عندك تطلع وعندك امل ان انت تتطور في الشغل. انا كنت اشوف بتوع البليله دول اللي كانوا بيزقوا العربيه ويمشوا في الشارع. بقول لك البليله السخنه اللي هو كان بيبيع المايه بغله زي دي كده. ما شاء الله الحبايه تمام. لا الحبايه ده برد نوع معين. بس بعد خبره. يعني بتزرع بنوع معين اسمها غله سوتس 12. اسمها ايه؟ غله سوتس 12. غله سوتس 12. وقف الاستيراد. كنا بناكل يعني. انت ما تاخدش اي غله؟ لا طبعا. مش اي قمح يعني؟ لا مش اي قمح. لازم دافع عرق علشان والكلام ده سر. اتبنى الناس كتير. فيعني ايه في حاجات كتير. يعني احنا لما نشتري قمح نعمل بيه في البليله في البيت ده؟ لا انتوا بتاخدوه اللي بياخدوه بقى من المقالي من بتوع المقالي وبتاع ده. لذلك تلاقيه عجينه. ايوه صح. وبعدين طبعا في العربيه لما كانت صغيره كده ما كنتوش بقى في مكسرات ولا حاجه؟ لا لا كان لسه كان هو السوداني بس. شويه سكر. سكر سوداني لبن. سوداني بس زمان كانوا شغالين بالسوداني. في برضه سوداني دلوقتي. في زداني بقى بس مختلف الوقت. ده زداني ده؟ ده اعرفه له زداني؟ يعني حضرتك تعرف ده زداني؟ لا. طيب ده زي البندق الوقت.
بنجيبه برضو من مكان معين، بنسويه تسويه معينه، بنحمصه. ده انت قلت ان انا عندي 17 حاجه بتتحط في طبق البليله، نعدهم. انت فين؟ ده سعيد بقى اخويا، ده خليفتي. ده سعيد. ده خليفتي بقى. هو واقف معانا. سعيد ماشي معاك مايك ولا لا؟ معاه مايك. خليك واقف معانا، تعالى خليك واقف يا عم، خليك قريب. طب قول لي بقى ال 17 نبدا. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هذا أول صنف. خلي بالك يا عم شوقي، هيعمل ادي اول صنف اللي هو القمح. لازم نعمل كده، اللي هو يعني كل واحد عرق. بليله. خلي بالك كل واحد بليله لازم نعمله كده. ده سكر. ده سكر. دي سكر معلقة. خشن. ده معلقه ميزان. ميزان. ميزان تحط كام معلقه؟ احنا كنا الاول بنشتغل معلقه صغيره، كنا نحط 10 نحط ميزان. دلوقتي بقى دي ميزان. كويس. نحط جوزين دي ناعمه. نحط ده زبيب ايراني. يبقى احنا حطينا البتاع وده، وحطيت انت جوز هند. سكر، جوز هند، زبيب. نعد كام كده؟ أربعة. أربعة. هذا خمس. إيه دي؟ دي اسمها فانيليا. فانيليا طبعا، طبعا ما حد ما يعرفش الفانيليا. بس ما حدش يعرف يحطها بالطريقة دي. ليه؟ لأنها يعني بتمرر. إيه؟ طبعا طبعا. بس يا ريح. نقطة زيادة تبوظ الدنيا. عندنا مثلا اللبن، بسم الله ما شاء الله. ده لبن فلاحي. بنجيبه من مزارع كل يوم الصبح. لازم كل وجبه عندكم وجبه. عندكم انتوا حاجات ولا بتشتروها من حد؟ والله اصلها متعبه شويه، فاحنا في مكلفين ناس بقى بتجيب لنا. دي كل يوم الصبح هنا. صبح وبالليل. كل وجبه يعني بتاع الصبح، بتاع الصبح وبتاع بالليل. يا سلام. يجيلك. ويتحطوا في المبرد، بيجي متلج انا احطه هنا. بس يجيلك مغلي بقى خلاص. لا احنا بنغلي هنا. تغلي هنا. ده لازم يطلع مغلي من هنا كده. يا سيدي يا سيدي. ده الواحد البيت. احنا بقينا في خمسه الوقت. احنا في خمسه الوقت. ماشيين جميل. سته. شويه سمنه بقى. السته دي مهمه. السته دي مهمه. نشم السمنه البلدي بنعملها بايدينا. باينه. بنعملها بايدينا. باينه باينه باينه. انت بتسيح السمنه عندك؟ بجيبها انا سيحها طبعا. دي قشطه. ما ينفعش. اديله اديله. قشطه بنعملها احنا بطريقه برضه. طريقه دي معموله. انت ضاربها؟ لو قشطه بلدي ما تنفعش. طب ما انا حاطط سمنه. امال ايه بقى؟ دي انا بفنش بيها، هي فيها قشطه وطعم قشطه، لو دوقها دي هتلاقي قشطه. يا داخلها قشطه بس مضربه في المضرب. مضربها باينه مضروبه. مضربه في المضرب. لازم انا اطلع لوحده. يعني زي كريمه. كريمه اهو كده. كريمه لباني. وايه البني دي؟ دي قرفه. قرفه. ده السوداني. ده السوداني. عندنا كام وقت ايه؟ عندنا يجي 9 الوقت. طيب نقول 9. طيب نرجع، بنرجع تاني على الجوزين ده. تاني. عشان افنش بقى. طيب. وارجع تاني على الزبيب. يا سيدي. اعمله كده. ارجع ده اسمه فوزدق. فوزدق ده. ده ارجع بقى ابدي المكسرات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بندق، لوز، كاجو، عين جمل. يا سيدي يا سيدي. ما جبتش عسل يا ابني. انت هتحط في كل ده عسل؟ بحط، لازم احط عسل. عسل ابيض. عسل ابيض. عسل عندك كده يا محمد؟ عسل. دي فيها كام دي؟ 6 طن كالوريز. هو دي فيها كل حاجه. هي وجبه. لا وجبة. دي بثلاث وجبات. هو اللي بيجي بيتعشاها يعني وجبه ما بتيجي. ممكن اسال حضرتك ده بكام الطبق ده؟ ده دلوقتي في الوقت ده، في الوقت اللي احنا فيه حسب الزبون يعني. انا عند نبدا من 25. بنبدا من 25. طيب في واحد ممكن يستغنى عند كله يطلب بليله بس؟ ساده ب 15 جنيه. بليله تحطها ساده مع اللبن وسمنه وكل حاجه ما عدا المكسرات. طلع له 15، ولو عايز نص بطلع له نص، عايز اي حاجه، ولو عايز من غير اي حاجه بنعملها. اي حد بقى من هنا ما يعرفش يعمل الخلطه بتاعتك. يعمل هو الوقت المكونات دي قدامه الوقت يعمل. بس تركيبه. بس ان هو يوصل بقى لل لا. بالشكل ده لا. هي ده اللي بيبقى. انا بحب، انا احب اقف اشتغل. انت عندك كام سنه يا عم شباب؟ انا عندي 62، مواليد 57. وانت يعني ما شاء الله الامور تمام والدنيا حلوه وبتاع. لازم تقف انت. لازم. كل يوم الصبح وبالليل؟ لا انا باجي من الساعه 5 لغايه الساعه 1 بالليل. انت بقى بتشتغل 8 ساعات؟ 8 ساعات واقف. اشتغل 8 ساعات لازم اوقف كده. ما تقولش بقى انت بقيت يعني تقعد بقى بص. لا 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 ما اعرفش. انا ادير كل حاجه وانا واقف هنا. كلم الزبون وهو جاي مع بعد كيلو وانا واقف هنا. مين اللي بيقف؟ هو مفيش الصبح؟ في ما هو عمال. شغل جميل قوي. شغل صناعي. شغالين. وفي واردات ثانيه. انت بقى وسعيد. انا وسعيد بقى لهم حل بقى.
ما ربنا يوسع عليك. عندك محل هنصوره. اه شرف لينا. بفضل الله بقى ربنا يكرمك. كان هنا استاذ محمود كان هنا الطريق الرئيسي بتاع القاهره. كان اللي جاي من اسوان لغايه دمياط كان لازم يعدي علينا، كنا احنا المحطه بتاعته، كان لسه الحياه ديت ما كانتش بدائيه، ما كانش في بيت خالص. اه طبعا. بتاع البليل. والدك كان بيقف هنا لغايه سنه كام؟ هو مات 2007. لا بس هو واقف لغايه سنه كام؟ وقف وكان يجي يبص ويتفرج ويشوف وينظم وبتاع من 10 15 سنه قبل ما يتوفى ب 10 15 سنه. اه بس هو هو كان مديني انا انا الوقوف، انا اللي بتاع الشغل. هو كان انت الكبير. هو مخ. هو هو فكر لي وانا الشغل، انا التنفيذ. انا التنفيذ. يعني ده كل اسرار كل حاجه بقى، ويسيبني وسابني بقى. وباشر بقى من بعيد. يجي يبص بس كده. الحمد لله بفضل الله. انت مش عم بتعملش كده، انت ماسك الحكايه في ايدك. انا بفضل الله لا عشان انا بحب مش مش عايز بس انا شفت كتير فيه الدنيا كل ما اسعى فيه وكل ما واداني كل حاجه الشغل دلوقتي اداني كل حاجه فانا من عمري وانا بحب الشغل احب الزبون وهو خارج يقول الله يبارك لك دي الكنز اللي عندي دي الكنز اللي انا بحتفظ بيها يعني لو حد من ولادك سال لك يا بابا استريح انت بقى ما هو احنا بيحصل يقول لك لا 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 ما ينفعش الراجل ده كان بيشتكي معايا سعيد ايام ما كان هنا معايا وما راح بقى يقول لك اقعد بقى ما راح بقى وقف في المحل بتاعه بقى ربنا يوسع عليه ومعانا يعني مع بعض حاسس بالموضوع ده بيوقف يشتغل برضه دلوقتي الحمد لله بيوقف يشتغل بايه؟ الشغل بيعمل البني ادم ايه؟ ده كرامه ايميل كرامه انا بحس بكرامته وانا واقف هنا انا بفضل الله انا ممكن اقعد من 20 30 سنه بس كل واحد ربنا خلقه ما نحسش بذاتنا الا في الشغل يا استاذ محمود لا حزش بحياتنا وكياننا هي نعمة ربنا انا وانا وعد مني اللي رب سبحانه وتعالى لغاية ما هو ربنا يديك الصحة وانت وربنا يديك الصحة هل بتجددوا في الحكاية دي كل شوية؟ لازم كل سنة لازم ادخل صنف الدين لما تنشو دي في الشغل وباخد الكلام ده من الزبون ذات نفسه يقول لك ده حلو وده كذا يعني لو واحد زبون قالك والنبي الحكاية حاجة زايدة شوية اقعد اعمل زي اللي بيعمل بحث واعرف العيب فين ولازم اوصله الموضوع مش واحد بيعمل بليله وخلاص لا الله اعلم ده ربنا يسهله طب انت بتيجي الساعه 5 تبدا بقى تعمل البليله لا الحاجه دي عندنا مرحله اولى الناس بتجهز لنا الحاجه دي بتتسلق يعني البلد لازم مش تعتبر بتتسلق برضو ولا ايه؟ بتتسلق لازم في مكان معين بنظام معين تخزين بنخزن احنا بناخد الغله في موسمها بنخزنها ده تشوين ده عادي تشوين بنسحب منها كل يوم لازم تخش على الغربال وبعد الغربال تنقيه عليك وبعد الغربال تنقيه على البيت غسل وتتسلق وتتسلق بقى تستوي ده بدايه ده مش بدايه تيجي لنا هنا تيجي لنا نبدا احنا نشتغل بيها كل شويه محطوطه في الفريزر بناخد جردل بجردل بنشتغل في الحاله دي بتاخدوا اجازه يوم في الاسبوع؟ لا ما عندناش اجازات للاسف وانت كمان؟ ولا في العيد ولا في اي وقت احنا بنعمل تبادل يعني بس المحل ما يقفلش المحل ما يتقفلش طب انت ايه اللي خلاك عملت فرع قريب من هنا كده ليه بقى اقول لسعادتك انا بره على الطريق الفرع السريع انت مكان تاني السريع بره بره يعني حضرتك يعني معنى كده ان ده خرج من تحت طوعك ولا ايه عايز اعرف سعيد عمل ايه بفضل لغايه ما انا كنت هقول لحضرتك ان احنا بفضل الله بس يعني بعد اذن الحاج بفضل الله عليك كل مراحل الشغل دي بتتجهز عندي وتيجي هنا مصنع او عنده مصنع حلواني احنا المصنع اللي المحل ده كل مراحل الشغل دي يعني كل الشغل كل ده بيخش لازم الفرن ده بيخش عندك وبيجي هنا جاهز وانت عملت اضافه بقى ليه الجاتوهات والرز بلبن ده بتاع ده شغلك انت لا هو المصنع بيدي للفروع احنا واحد يعني المصنع بيدي للفروع المصنع بيدي للفروع هو اللي بيتجهزه المصنع وبيجي هنا صنف لازم تعمله منتج كويس يبقى فيه قبول ويبقى فيه استحسان والزبون يبقى عنده رغبه ان هو يطلبه وما طلبوش يبقى عارف ان ده المنتج ده غلط في حاجه غلط خلاص ما عملوش ده كل المنتجات دي نطلعها بس احنا اساس البليلي
احنا لو جيت انت مثلا هو الوقت علشان الجو حر لكن احنا عندنا خميس وجمعه المواسم ما كانوا يقولوا البليله دي شتوي وانت شغال في شتوي خلاص بقى سبت كل حاجه اتعودت عليها خلاص عندي زبون مش تمر هندي ولا كده لا ما عادش بقى احنا كنا بنعمل الكلام ده بالصيف طب في رمضان بقى ايه موقف برضه شغالين برضه ما عادش حاجه ليها الا الشغلانه دي الزبون اللي بتبقنا جبرنا على كده ربنا يديم عليكم الحمد لله وانتم شرفتونا الحمد لله والله يعني من فرصه سعيده من الحاجات الجميله اللي حصلت لنا والدتك موجوده موجوده والنبي سلم عليها واحنا خلاها تبص لك في التلفزيون وتقول لها واحنا اللي النبي سلم عليها اللي فينا فضلها اللي فينا فضل ربنا فضل ابويا وامي والدتك والدتك قاعده مع مين بقى طبعا انت اللي واخدها طبعا هو اللي هو الكبير اللي واخدها اسالك اخبار الشغل ايه يا شوقي عامل ايه هي ما هي اصل كانت هي العمود الفقري عايز اقول لحضرتك ثواني عايز اقول لحضرتك ان هي لسه السنه لوقت قريب جدا كانت هي اللي بتشرف على تنقيه الغله دي هي اللي بتقعد تبقى لها مثلا 50 سنه بتعمل يعني شغل بعد ما كانت والدك هي مستمره طبعا بغض النظر لك يا شوقي عملت ايه وعملت الشغل ما شاء الله ربنا يديلها الصحه ده انت في رقيب عليك ولو 87 سنه ربنا يديها الصحه خليها لك رب غلط في حاجه في الغله ولا حاجه بيروح يمسك فيها والله انت الركبه بتاعتك ما نفعتش وايه بقى تطمن على ان الشغل ماشي كويس والزباين بتكتر ولما يحصل حاجه تقلق تقلق هي هيبقى مقلق انا هي بتقلق نعم انا بوصل لها القلق على طول حصل كذا كذا حاجات غليت الاسعار مش عارف ايه لا هي بقى في الاكتفاء مالهاش لا في الشغل هي ليها في الصنعه الصنعه ده اساس العمل الفكري اساس الشغل يعني ربنا يخليها ربنا السلام عليكم صباح الفل عليك يا استاذ السلام عليكم الحمد لله نعيم وقفت معاه بره حكى لي حكايه جدكو اللي هو سمى اللي كل الرز كله وايه حكايه البغليه ديت هنا ليه العيله ام نعيم هنا عيلتهم اسمها عيله البغليه مع ان الاكل اسمها بغليه من زمان من قديم الازل بياكلوها كل يوم جمعه بعد الصلاه صح بعد الصلاه يطلع من الصلاه يلقوها يلاقوها مستويه وقاعده جاهزه تمام صح ام عمك الحاج جدهم كبير عنده ارض بيحصدوا فيها الرز هما يعملوا حاجه اسمها التبيته يعني ايه يروحوا بالليل يخبطوا على الناس يقولوا بكره تيجي تشتغل عندنا في كان زمان الدنيا ناشفه وما زالت يعني انما كان ايه يخبط يقول تعالى يا فلان وفلان يجيبوا الاثنين كان اجرتهم انهم ياكلوا الرز بس دي اجرتهم يعني يخلصوا شغل يحصدوا ويروحوا قاعدين ياكلوا الرز جدها بقى ايه كان عنده ارض وقال لهم تعالوا بكره فعرف انهم الناس بتلم بعضها بقى عشان هياكلوا بلاش يعني من الشغل هو راح في السكه كان الحله كلها فراحوا مسمينه بغليه صح 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 يلا دي الاكله دي عندنا في القاهره بنعملها رز بعدس اصفر بس احنا بنحط عليها يا عمي ده مطبوخه بالميه دي مطبوخه بالميه لا الثانيه بالسمنه لا انتوا ما عارفينها انا عارفاها انا ما عارفتها ده نعملها يعني رز عادي دي اللي كده بتقول عليها معدس اصفر دي نحمرها بالرز الرز والعدس نشبان كده ونزيدوها بالشوربه او مي ما فيش شوربه نزيدوها بالمي ونطيبوها تبقى نشبان اما دي لا دي نطيبوها انت عارفه شوف عاملين لها ايه دي عجينه دي زي المهلبيه لا دي غير بتاعتنا خالص طب في ناس تعملها باللحمه بفراخ دي لا هي كده بس كده على طول يعني كل عليها زيت زيتون وناكله هاي زيت او سلطه
بس يوم الجمعه بعد الصلاه بس ما فيش غير كده. زمان اما اليوم يطبخوها الناس يعني ما كنا نطبخها يوم الجمعه بس اليوم الناس كلها ما تطبخ. لا يعني لسه العاده دي موجوده؟ لا قاعده لا قاعده ما رحتش. انت مولوده هنا؟ اه ده انا بيتي ده بيتي ودي اختي زي الزياره عندي زيك دي اختي برضه. اما انا ابني ياسر وعبد النعيم ربنا يخليهم لك طول عمرك ولدين واربع بنات. جوزتي هنا؟ ها لا ناحيه ثانيه بيت ثاني غلده. وبعدين جيت في البيت لما الحق توفى بنولي هنا وقعدت جنب اولادي. اه يعني عبد النعيم معاكي في البيت؟ معي جنب يا اخونا الاثنين معاكي في البيت. اه وياسر جميل من هنا وعبد النعيم من هنا. وانت طول عمرك ما شفتيش غير هنا؟ لا هو انا رحت مكان ما رحتيش اي حته. لا رحت للسعوديه حقيت ورحت عمره اه لا حقيت عمره ده كويس قوي. طيب ربنا يتقبل يا رب. احنا كنا فين يا عمي؟ احنا زمان كنا شايفين الكوت الاول اللي هو ايه بقى زمان؟ بالاكل يا عمي ناكله مش قطيط وناكله بوري وناكله بوري. ما تعرفوش البوري يا مصري؟ سمك البوري؟ ها؟ البوري السمك ولا ايه؟ لا البوري الصغير كده صغير كده؟ ها هو كده. نظفوه ونقلوه بالزيت والفلفل الاخضر ونغمزوه بقى. كانت الحالة كنتوا بتسموه بوري بقى؟ ها نقول بوري طوالي. بوري ايه؟ بوري ولا شغلة كده نجيبوها طوالي ولا؟ نغسلوها ونظفوها ونطلعوا فيها من جوه ونقلوها اللي هي قد كده دي؟ ها نغمزوه بها موال حالك كانت تعبانة. نحن اليوم في نعمة. نحن اليوم عطينا خير الحمد لله. طب قولي لي لما اتجوزتي جوزك كان بيشتغل ايه الله يرحمه؟ والله كان فلاح. فلاح؟ آه؟ ما كانش عنده ارض ولا حاجه؟ لا عنده ارض بسيطه يعني. والله كنت بتشتغلي معاه؟ لا 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 ما اطلعش من بيتي ابدا. ما اطلعش من بيت خالص. هو انا اشتغل بعدين اشتغل في المناجم. في المناجم؟ على ها جوزي حديد الصلب ها في الاخر ما ناخذ معاش انا ادخل حديد الصلب من المناجم. هو ساب الارض وراح منجم الحديد. رحت طوال اشتغل هناك كنا قاعدين قاعد كثير بقى في منجم الحديد. ها قعدنا ما توفى طلع معاش وتوفى طوال. خد معاش كويس بقى في المنجم ده الحمد لله. قولي لي بقى الحيشه زمان ايه ودلوقتي ايه؟ لا زمان كانت الحاله خربانه كنا تعبانين يا ابني خالص. بس اليوم كل الحمد لله كل شيء كثير نحمدوه الاول. ايه العادات اللي كانت موجوده زمان وكنت بتحبيها؟ وكنت بتحبيها زمان ناكلوا البلح بالزيت ده بزيت زيتون؟ بلح بزيت زيتون؟ والله العظيم. ازاي؟ نفصصوها من النواي ونطلعوها وناكلوا ناكلوا. الحالة كانت تعبانة يا ابني والله زمان. بس اليوم الحمد لله أعطانا نعمة. نعمة وفضل الحمد لله بس الصحية راحت. الصحية راحت. الصحة يعني الصحة مش كده؟ ربنا يديك الصحة. والله الحمد لله أنا النهار كله أنا قاعد هنا. ولا نروح أنا ولا نطلع نروح مكان أبدا. النهار كده أنا معي. أنت رحت حجيتي وعملتي عمرة؟ لا عمرة عملت سبع عمرات. سبع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولادك بقى ودوكي ولا معاك جوزك؟ لا مع واحد اسمها ابن عمي. بس جيت في الاخر رحت مع عبد النعيم مرتين. انبسطتي كويس؟ اما الاول كنت رحت مع ابن عمي على طول يعني. انت ما بتسافريش خالص من ما بتسافريش تنزلي القاهره خالص؟ لا ننزل بسيط. عملت عمي في عيني التنتين ونزلت الحساسيه الصدري بس اما كده ما نزلتش. بتتفرجي على التلفزيون وبتشوفي الدنيا في التلفزيون؟ مش بكل السواعي نقعد ساعه نصدع راسي مني من عيني وجعيني من قبلش كثير يا ابني وش كل السواعي الحمد لله. وانا قاعد عندكم يعني. مناسبات هنا بتتجمعوا فيها زي زمان ولا كل عادات زمان خلصت خلاص؟ لا بسيط. زمان النفس كانت خير من هنا من اليوم. زمان الناس كانت خير من اليوم خلي بالك. الناس زمان كانت احسن من الناس دلوقتي. طب قولي لي في ايه بقى؟ كل شيء الطبع والامان كل شيء كان زمان خير. قول لعبد النعيم يقول لك زمان الناس زمان كانت احسن. كانت امان كان احسن رغم ان كانت الدنيا ماسكه شويه كانت الاحوال وحشه بس اليوم الحمد لله انما كانت احسن الناس. بس احسن الناس وما فيش داخل كثير ما فيش فلوس ما فيش لزمان. بس اليوم الفلوس كثير والامان ما فيش. طب وده جه نتيجه ان في ناس دخلوا على اهل الواحه ولا الناس تغيرت بطبيعتها؟ لا الناس تغيرت بطبيعتها والله. الناس تغيرت. الناس ما بقتش حلوه. الحمد لله. يلا الحمد لله. بس المعيشه اليوم خير. المعيشة حلوة. كنا فين؟ يا ابني ده احنا ما كناش نملى بطوننا. زمان والله والله ما كنا نملى بطوننا يا ابني. يعني كنا الحمد لله ده احنا بقولنا الرد دي زمان الردة. الردة. الردة اللي بيخبزوا عليها دي. بدنا نعملوها ايش وناكلوها. والله يا ابني انا عملتها بيدي انا. تعجنيها وتحطيها في الفرن. بيخبزوها وناكلوها عدت. عدت ايام زمان الحمد لله. بس جتنا بس كانت الناس حلوه والدنيا حلوه. الناس كلها كانت حلوه. ما فيش واحد ياكل حاجه من غير الثاني. اللي عنده حبه عنب يدي اخوه واللي عنده حبه تين واللي عنده كذا خلاص كل ده خلص. اما دلوقتي خلاص طلعوه السوق يبيعوه.
وانتوا لما تخرجوا تلبسوا مقاب كده. انا ما البسش يعني ولا شيء، انا ما البسش دي تلبس انا ولا شيء. طب ليه بقى؟ انا البس ولا حاجه. انا طول عمري كده. انا طول عمري كده. كنت بتمشي في عربيه هتضغط انت؟ لا انا لا. ليه بقى كده؟ ليه حبش ولا شيء؟ رحت السعودية وجيت. يا كان جوزك يسيبك؟ ها ما عندش حاجه. جوزك يسيبك ماشيه بوشك كده وكل الستات مغطيه وشها. ما بتحشي في النهار بالليل بس. مع انك كنت حلوه يعني. والله ما عطاني. اضحك علي. لا والله الحلم انا حلو. لا تقاطيك حلو. لا والله تقاطيك حلو. والله ما كل شيء اهلي حلو علي. اختي دي الثانيه معلش. اما انا الحمد لله. كان يسيبك تمشي بوشك. ها. والرجاله هنا ما تقولوش حاجه؟ لا 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 لا. ما يكلموش. هو عارفني. وكان في ستات زي كده كتير؟ في في في. قليلين. ده انا لغايه دلوقتي بشوفهم كلهم ده. ويا ده اللي غطوا ده غطى. ايه يعني الغطى اللي غطوه ده؟ اي صحيح. انا ماليش دعوه. قول انت ماليش دعوه. يعني اقول لك والله قطعي يعني في شعيش عشتي كده حياتك كلها. ها والله اقول لاختي. وانت طب انت ما بتعمليش زي اختك الكبيره ليه؟ ولا جوزك حاكم عليك؟ يخاف عليها. طب امال ايه؟ لكن طبيعتك متعوده على كده. لكن لا انا كده رحت. انت تعلمتي اي حاجه؟ ولا شيء. ولا شيء الحمد لله. نطلع من بيتي انا بقيتش نطلع كثير برا يعني. نخليه يطلع في النهار وبقيت نروح مكان. لا ما يرضاش يخلينا نروح مكان. مين اللي ما يرضاش؟ جوزنا. جوزك في الاول. ما يخليش نروح مكان بالكل بسيط. ممنوع. ممنوع الحاجات البسيطه عند اخوتي. مناسبه فرح بتاع. بس والفرح ما يخلينيش نقعد. اول ما نروح يقول لي روحي. كان شديد جوزك. شديد. سيدي على كيف يقول عبد الرحيم. يقول لك كنت بتحبيه ولا جوزته جواز كده؟ معلش كنت زمان ما نعرفوش عزادي احنا. ما بعد ما تقول تقول اليوم اللي بتعت اليوم معلش. لا يعني بعد ما اتجوزتيه كده كنت بتحبيه ولا عشره بس؟ عايشين وخلاص الحمد لله. يلا الحمد لله. ناس طيبين يعني. اهل جوزك يا ياسر عبد النعيم. من جوزتي كان عندي كم سنه؟ 14. 19 سنه. 14. نهار ما كنت 15 جبت. كان معاك عيل؟ جبت بنت بني 15 سنة. طب قولي لي لما اتجوزتي اتجوزتي ازاي؟ يعني جه واحد يتقدم لابوكي. ما تعرفوش خالص؟ لا ما نعرفش والله. ولا شفتيه؟ بس انت انا واختي كنت في بيت واحد من اخواتي اتجوزوا اثنين. احنا تنتين. اختك اتجوزت قبلك. اخو الاولاني. اخو جوزي. وبعدين جابت اخو جوزها. خدوني عاد انا الثاني. كنت تعرفيه بقى؟ بسيط يعني. ما نطلعش ولا نمشوش ولا نحوش مكان زمان. ما تقولي بقى خلاص الايام عدت بقى. قولي شفتيه كم مرة؟ خلاص الحلم عدى بقى. عدت توقعني. شفتيه يعني؟ لا شفته بسيط يعني. لمحت يعني. فجاء ابوك قال لك فلان عايزك. وانت عارفاه. وكان المهر بسيط. كان كم مهرك بقى؟ مش عن نقول. انت قولي بس. انا اقول لك عن المهر يا ابني. ايوه عشان نعرف الدنيا اتغيرت ازاي. يعني كده كتير. يعني طب ايه المهر كان كام؟ كان 4 جنيهات المهر. ربع جنيه. ده اربع. اربع جنيهات. خدهم ابوكي. خدهم ابوي. عم بيهم ايه بقى؟ انا عارف قدام فين. لا ما هو تلاقي جاب لك سجاده وجاب لك حاجه في البيت. سجادتي عجبني بتاع زمان. سجادتي. لما جاب لك ايه؟ استني حصيره. جه كان اسمه ايه جوزك؟ اسمه علي. اسمه علي الله يرحمه. قال لك علي عايزك يا ولا ما سالكيش؟ لا ما سالوش. ما كانش يدور على حد. قال لك هتتجوزي علي. هتتجوزي علي. خلاص ما نعرفش حاجه. اتجوزتي. طيب دخلتي في بيت بقى؟ بيت كان هناك ده. في السور. حتى في السور. كان عباره عن ايه بقى البيت؟ علي حصير يا ابني. البيت كان اوضه واحده؟ اوضه كان. لا في كتير بس فيها معايا اخواته. يعني عفش الميه وكده مشتركه. اوضه واحده. اوضه واحده. كان فيها ايه بقى الاوضه؟ فيها حصيره. حصيره. بس والله والحال الحمد لله رضى عليها. مفيش زير ميه؟ مفيش حاجه؟ لا لا بره الزير بره غير الاوضه. طب كان معاكي جلابيه واحده ولا ايه الحكايه؟ ده كانت حكايه صعبه قوي. ابوي كان مبسوط جايب لي عاد. جاب لي كذا جلابيه. وهو برضه الله يرحمه جاب لي كذا جلابيه حلوين وخيطتهم برا على المكن. مفيش خاتم حاجه؟ لا 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 جيب لي خواتم. يمكن هات الحمد لله دي مفيش ولا خاتم ولا شيء. لا بس حلقك منور. لا في حاجه زينه بس احسن بعدين. مفيش حاجه خالص؟ لا انا لحد هذا ما جبتش لا هذا لا ذهب ولا جبت شيء. اللي نحوش بنروح بهم عمره. مش شاطره جدع. بس احلى حاجه دي الحاجه اللي بتفضل. والله ولا شيء يا ابني. ولا في ولا شيء الحمد لله. الله حلق. ولا عندي غوش ولا شيء. اخوتي كلهم عندهم. دلوقتي العروسه بتتجوز ببوتاجاز وثلاجه وغساله. خلاص زوزتهم من اولادي كلهم زوزتهم. عملت كيو كده كله. جبت اللي جبت اخر واحده جبت لها كل شيء ثلاجه و صغير فيهم بس متعين يعني مدرسه. تتجوزت بالحصيره. بالحصيره.
واللحاف. بس كنت مبسوط كفايه. احنا نعرف كل شيء زمان. ده جيل اليوم اللي يعرف كل شيء، من زمان ما يعرف كل شيء. يعني والله متجوز حد عليكي؟ اه لا 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 لا. انتوا ما عندكوش انا عاده الجواز كتير؟ لا في بس مش كتيره. في بعض. لكن احنا الحمد لله، ولا اخواتي كلهم احنا ست بنات ما حدش يتجوز عليها رجلها ابدا. خالص؟ لا. طبعا عم علي الله يرحمه لما كان مثلا في اجازات يجي له قرش كده ولا كده، كان ياخذك يجيب لك هديه يفسحك؟ لا بدنا نسافر كل سنه ياخذ اولاده ونروحوا نتفسحوا مصر. كان عنده اخت مالت اخوه في عين شمس. في عين شمس؟ ها نروحوا. تروح تقعدوا؟ بنتي اه. قلت نروح نقعد 15 يوم عنده ونجي. ولما مات ما بقيتيش تروح؟ لا 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 والله لما اكون عيان والله نعمل شيء معلش. ولا كذا ما نروحش ولا مكان الحمد لله. يلا الدنيا كده. ربنا يديك الصحة. والله بس اليوم الحمد لله السنين دي اعطانا خير كثير الحمد لله ما نكذبوش. حرام علينا وكذبنا. كنا فين احنا الاول اللي احنا فيه اليوم. كل شيء كثير الحمد لله وناكل واكل نظيف وعندي فريزه مليان لحمه والحمد لله. في ديب فريزر ما شاء الله. ما شاء الله اكبر. الحمد لله. طب اغرف لنا البتاعه دي بقى. ها؟ بتغرفيها ولا ايه؟ احنا نسينا ال يلا البغليه دي عايزين نفرجها للناس بقى لما تغرف. دي سخنه. حد يجي يساعدنا يشيل الغطا الحل ده سخن. لا نشيل ننزل انا. هات الفوطه اهي. تتلم العيله بقى يوم الجمعه عندنا لا. لا يعني يوم الجمعه بعد الصلاه تتلم العيله ويقعدوا ياكلوها. ولا ده كل واحد ببيته يعني. العيله يعني اسرته يعني. انا عاد اولادي يوم العيد. وكل ياسر واولاده وعبد النعيم اولادي يجوا يفطروا هنا. نطبخ ويفطروا هنا. طب ايه اشهر الاكلات عندكم القديمه اللي هي راحت بقى الناس نسيتها؟ كنا نعمل فتت عدس. عارفينها دي. طيب كنا نعمل بس قوليها لنا يمكن تكون بتعمل بطريقه ثانيه. ونعمل كشك. كشك طبعا. الصعيدي. لا ننتقله تقليه الاول. ننتقله تقليه ببصل. ونحطوا عليها شويه الطماطم ونطيبوها ونجدوها بالشوربه ونعمل الفته بتاعتها نعملوها بدقيق. الفته بالدقيق؟ ها ازاي كده؟ نعملوها والله بدقيق. ونكون مكسرين العيش كسر كسر كده مش كتير ومفضين عليها الخلط بتاعها. بتشوح دي على النار ولا ايه؟ لا ولا شيء ولا نار ولا شيء كده. لا طيبينها مطيبينها على النار. مطيبينها تمام. الدقيق مطيبينها على النار. والعيش زي العيش نحطه كده في طبق زي ده. العيش كده حتت كده نشفانه. عيش نمسي ناشف. عيش نمسي ونحن مفضين عليها اللي عاملين الخلط بتاعها. الدقيق بعد ما عملته حطه على الدقيق ايه بقى؟ شوي زي ما عايز ونحط المخلل. طب ورينا بتغرفي دي ازاي يا ام نعيم؟ لا غرفوها طابت على العموم. بتغرفيها؟ انا خايفين تكون مرات ياسر ما يحطلهاش ملح. فيها فلفل ولا ايه؟ ها والله فلفل اخضر. حراق؟ لا ما ناكلش الحراق ابدا. دي زي المهلبيه. لا طابت اهي. عايزين تاكلوا نحطها عليكم انتم حرين عاد. شفتوا اتفرجتوا؟ هات بس هات لنا بس نشوفها بس الناس تشوفها. دي عباره عن رز. رز بس رز وعدس. بعدس اصفر. طيب عدس اصفر. ما انت قلت لي ما بتاكليش العدس الاصفر عشان خاطر بيتعبك. ريحه العدس حلوه. احسن حاجه العدس. العدس احسن حاجه. انا خايفه تكون ما حطيتلهاش ملح بس يا ياسر. لا احنا بس هنوريها للناس عشان يشوفوا شكلها. بص هي زي المهلبيه بالظبط. زي المهلبيه. دي بتقعد قد ايه على النار دي يا خالتي ام نعيم؟ منقلبة جنتم حطيناها. ايه؟ منقلبة جنتم بشوية. قبل ما نيجي احنا بشوية. صوروني عاد وانا اغرف لكم فيها. ايوه. حاجة جميلة جدا. وصوروني ويضحكوا علي. احنا بس بتاعتنا بتبقى ويضحكوا علي ما فيهاش مية كده ونحط عليها سمنة ونحط عليها نحط لكم زيت زيتون اهو. زيت زيتون اهو جنبي اهو. بتاكلوها كانوا زمان ياكلوها بايديهم بقى كده. ما كانش معالق يا ابني. ما كانش معالق. لكن اليوم معالق كتير. كان زمان ياكلوها زي ال صورنا احنا اليوم دخلت بدينا كتير. احنا وهي تتاكل سخنه بس مش كل مش حاجه مش كل الله يكرمك. والله ما دقتها ما نعرفش يكون فيهاش ملح. انت مش عارف اذا كان فيها ملح ولا لا؟ والله ما نعرف جابتها مرتي مني من جوا. قعدت تفكري في علي يمكن سلحتي بعدها. ونطبخ فيها. قعدت تفكري في علي عشان بتاع البغليه هو. اي صحيح. هو علي البغليه هو اللي من عيلته. انا من عيلته غير دخل. انا مش من عيلته. هو جد علي اللي كان الحله. مش جدك انت. لا لا بيا ده جد اختي دي مبعاد احنا مش من عيلتهم. ايوه صحيح. ما انت قلت ان هو مش قريب. لا
بس هو اللي كان الحل. سلام عليكم. كان الحل كلها. هنحط لكم زيت عاد. نعيم اللي حكى لي. سلام عليكم. أنا كلها بس بعد التصوير مش في التصوير. استنى لما اجي عندك كده. تعالى يا باشا. انتوا اللي عاملين اللفت ده؟ اللفت اللي عاملين واحد من السلطات والمخللات. تعالى اسمح لنا. الحمد لله على السلامة. ايه حكاية طه دي؟ حكاية طه دي مطعم طه في الفول والطعمية، 100 سنة خبرة. مين بقى طه الأصلي؟ جدي. واللي عامل الشغل كله والدي. ده أبو طرموش ده. ده جدي. اللي على اليمين ده أبو طرموش. ده طه كبير. ده طه كبير. والحاج ابراهيم ده بقى اللي هو طه اللي عامل الشهرة كلها. ده ابوك اللي هو والدي. ده عامل الشهرة كلها. ده اللي عمل المطعم ده؟ ده اصلا بتاع طه ده. المطعم ده؟ بتاع الكبير الراجل الكبير ده. والجد واللي عامل بقى الشهرة كلها الحاج ابراهيم بقى اللي هو يعتبر طه. يعني طه الاصلي عمل محل مطعم. مطعم. ماشي. اللي اتطور بقى واللي عمل كده واللي دخل من الشغل. من 100 سنة. من 100 سنة. وبعدين ده ابنه الحاج ابراهيم بقى اللي هو توفى سنة 2000. اللي هو والدك. والدي. ده اللي عمل بقى الشهره دي بقى. ايه شو ايه حكايه الفول ايه فيه الفول بلدي مش هو الفول بلدي ما بتجيبوش فول بقى مكسيكي وهولندي الفول بلدي الارداف من 1800 ل 2000 جنيه ده الفول المصري بتاع الفول بلدي بتاع بره بلدي من ارض معينه مش اي ارض وريني فوله كده فوله يا باشا لا فوله نيه فوله نيه هات ما عندكوش لا اجيب لك من المخزن بقى طب قول لي بقى انت بتدمس الفول ازاي بقى بتدمس الفول بتحط الفول الفول ده بتجيبه منين الاول من هنا مزروع لا من حته اسمها دابون حته اسمها دابونو دابونو او الاشهب الاشهب فين دي خط كده بعد يعني هنا فرشيد مش فرشيد حوالي مثلا ايه 30 كيلو 30 كيلو ناحيه اسكندريه ولا ناحيه كفر الشيخ كفر الشيخ ناحيه كفر الشيخ كويس ده خط دي بتزرع الفول الفول بتاعنا مش اي فول ده الفول الحلو الفول لا مش العريضه فوله صغيره صغيره حلوه حلوه دي بص سيادتك بقى ده فول بلدي بلدي مش اشتغلش فول يعني مستورد ولا حاجه ده انت جاي في الاخر كمان يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي ده لا لون ولا حاجه ولا مسوي ولا حاجه في طبعا اغلب المطاعم واغلب الناس بتحط لون على الفول يدي خلي لون يحط لون يخليه يحمر شويه ايوه وفي ماده بيسوي الفول طبعا ما عندناش الكلام ده كله بيحطوا ماده تسوي الفول بسرعه هنا بقى فول بلدي بلدي مالك بتتكلم عندنا كده بازدراء يعني لا مش بازدراء يعني ما بتعرفش ناكل يعني لا انت على ناس واحلى ناس الله يكرمك ده فول بلدي بلدي طبعا شغال سمنه بلدي كمان بلدي زيت زيتون زيت ذره زيت حار حر كل حار ذره سيادتك بص كده في زيت حار مخلوط بنسبه 50% زيت زيت الحار المخلوط مخلوط بنسبه 50% زيت عشان طعمه عشان الطعم ما يبقاش مر شويه وعشان يبقاش حامي وفي حار ده وفي زيت حار حر ده الحامي ده تقيل اللي عايز ياخد منه ياخد منه طب قول لي بقى ده طبق الفول دي الغرفه بتاعته طبق الفول الغرفه بتاعته الفول بتاعنا بتاع زمان الله يفتح عليك يا استاذ كنا بنشتري من مناصره تعرف مناصره ما تعرفش حاجه لا لسه ده الفول المصري ده الفول المصري البلدي ده بنتسويه ازاي بقى مستوي ولا خلاص ده اتلغى لا مستوقد لا زمان لا في عندي مخزنين في الشارع الجانبي كده المخزنين دول فيهم ايه مكن بوتاجازات بوتاجاز غاز يعني بحط مثلا المحلبه من الساعه من المغرب القدره سميها محلبه سميها محلبه احنا كويس القدره مثلا بنمنه مثلا استنى بقى بنحط القدره على النار على النار نار هاديه نار هاديه نار هاديه بتستوي طيب. من مثلا مثلا من المغرب هنحط فيها ايه القدره بقى الفتره احط لها مثلا المحلبه دي او القدره ديت كام تاخد مثلا
حوالي 5 اقماع فول. خمس اقماع. 2 كيلو ولا لا؟ القمع 2 كيلو ونص. القمع 2 كيلو ونص ده قمع كبير. يبقى 2 10 كيلو 10 كيلو على حسب حجم القدره. في قدره بتاخد 7 اقماع. طيب حسب دي بتاخد 6 اقماع. عشان حجمها وسط شويه. كويس. في قدره كبيره شويه بتاخد 7 اقماع. حطينا الفول زي ما هو. حطينا الفول غسلناه الاول. غسل غسله نظيفه. ونقيناه. نقيناه طبعا. في واحده ست بتنقي. طيب. بتنقي الفول بتحطه المحلبه ثلاث ارباعها ميه لغايه هنا كده. وبعدين بقى حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى بقى. احنا مش شطاره منين ولا حاجه من عند ربنا. اي حاجه. لا والله. مفيش بقى لا طماطم. لا ولا طماطم ولا الكلام ده. لا ليمون بقى هنا بقى. لا عايز حار. احنا في القدره. لا والله. سميتها ايه؟ ايه؟ محلبه. محلبه او قدره. استوي امتى بقى؟ حوالي مثلا نقول من المغرب للفجر. الساعه 3 4 4 كده. تروح مديها ميه. مديها ميه سخنه بقى وتظبطها وتديها نار هاديه. وتروح شاي. وشال بقى واحده واحده بقى. نجيب المحلبه تخلص نجيب الثانيه، المحلبه تخلص نجيب الثانيه. هي هناك على النار. في على النار. طبعا انا خلصت. افضل على النار الهادي. احنا بنشتغل من 3 الفجر ل3 العصر. انت بتشتغل 3 الفجر؟ بس بقوم من النوم 3 الفجر. وتيجي هنا. واجي هنا اشتغل هنا جاهز. حد يجيب لك بنعمل عدس كمان بس العدس خلص. بنعمله عدس، العدس بقى حاجه عايزه بقك يعني. واللفت ده بتعمله يومي ولا ايه؟ اللفت ده بنخزنه في المخزن. مخلل يعني. برضه في مخزن للمخلل. لا رنج ولفت وليمون وخيار. يعني كل القصه هي في عمليه الفول نفسها، نوع الفول وعند ربنا. انا بقول لك ايه، عند ربنا. مش شطاره مننا، ربنا بيبارك في رزقنا. بما يرضي الله. طيب ده بقى الغرفه بتاعت الفول. ده الطلب. طب زيت حلو بكام الطبق؟ الزيت اللي بس زيت حلو بكام؟ في زيت حلو ب 7 جنيه. الطبق ده ب 7 جنيه زيت جنيه. حلو بس طماطم وخيار ولف وعيش. عيش مفتوحه. عيش بلدي. ايوه يعني مفتوحه يعني نضرب 4 طبق. ايوه انا عايز 1000 وشف. اوكي عشان بس الحاج عفيف يضرب عيش جاهز. لا في سمنه بلدي. استنى بقى. طيب. الزيت الحلو ايوه ب 7 جنيه او 8 جنيه او 8 جنيه. ليه اللي بيخليه 7 و8؟ حسب طلب الزبون. حسب وشك شكل الزبون. يا مش شكل الزبون. عايز زياده كده. طيب. لا كنا عندنا واحد. ده العيش بتاعكم؟ ده العيش. بقى عندكم فول مصري وجايبين عيش خواجات. وفي ساعات بقى بس الوقت خلص سيادتك بقول لك. طب معلش. طب ساعات كده. طيب ننقل بقى من الزيت الحلو للسمنه البلدي. للسمنه البلدي. بكام بقى الطبق؟ السمنه البلدي 9 جنيه. 9 جنيه. السمنه البلدي صفيحه السمنه ب 1900 جنيه فيها 17 كيلو. يعني الكيلو يعمل حوالي 90. طيب نخش في زيت الزيتون. زيت الزيتون برضه ب 9 جنيه. طب والزيت الحار؟ زيت الحار ب 7 و8. زيت الحار زي الحلو. زيت الحار الحر ب 9. كويس. بتعمل سندوتشات؟ سندوتشات طبعا. سندوتش ب 3 جنيه 3 جنيه ونص. ده دلوقتي حاليا طبعا. السندوتش كده. سندوتش كده وساعات رغيف من ده كبير كده ازاي؟ يعني نصين. 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 النصين ب 3 جنيه. 3 جنيه 3 جنيه ونص. ياخدوا من ده في فول ده قد ايه؟ يعني ده يعمل كام سندوتش؟ لا ده يعمل سندوتشين كده بس كده؟ طب كويس بس خلاص كده يعمل سندوتشين. في بقى العيش الكبير بقى سيادتك ده ب 3.5 ب 4 عيش كبير ده كان من سنه مثلا سندوتش بكام؟ كان ب 3 جنيه برضه. ما زودتش حاجه الحمد لله. رغم ان الفول زاد ياما. يعني الفول زاد من 1200. طب وانت ايه شهرتك بقى؟ يعني ليه الناس قالوا لنا على النت والحاجات دي روحوا لطه طه؟ طه عشان بيقول لك سيادتك النظافه والامانه والفول البلدي ما يحطش اي حاجه. يعني الفول البلدي ما لهوش اي حاجه. يعني انت الصبح هنا عندك زحمه جدا. الحمد لله رب العالمين، فضل عند ربنا. الساعه 3 تروح. 3 العصر بننام شويه. المشروعات بقى محمد ده ابن اختي وكريس تجاره. تعالى يا محمد. تعالى محمد. ده من اختي وكريس تجاره. استاذ محمود برضه من اختي وكريس تجاره. بتقول له استاذ؟ ده بقول لك ده اللي فات اصلا. بقول له من اختي استاذ بكريس تجاره. وانت بكريس تجاره. وبالكم وانتوا قد ايه بتشتغلوا؟ انا بشتغل هنا وانا عندي. هو ما بيشتغلش على الدكان. 10 سنين. استاذ محمود ده دكانه ما بيشتغلش هنا. محمد يعني ناسي واقفين معايا. لا دلوقتي انت ابن عم طه ده. ايوه. كويس. ده من اختي بقى. انا جدي اختك ما هي وريثه معاك. ايوه ما اقول حاجه ما ولا حاجه ولا انت صحيح انت في حقها. لا الحمد لله الحمد لله. انتوا كم اخ بقى ما شاء الله؟ انا ثلاث اخوات ثلاث بنات ثلاثة ذكور ثلاثة. مين بقى محل انت بس اللي بتشتغل؟ انا بس بشتغل وكلهم بيشتغلوا حاجات ثانيه. شغال مدرس واخ توفى الله يرحمه. الله يرحمه. ودي اختي توفت اللي هي اختي الكبيره. توفت اختي. وعندي اختين واحده مهندسه اداره هندسيه. و كلهم شركائك يعني؟ اي معايا. ما حدش قال لك انا عايز اطلع ولا عايز. لا 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 لسه الحمد لله. الحمد لله. وانت بتشتغل معايا؟ انا بشتغل. بتيجي الساعه 3 الصبح؟ انا باجي الساعه 3 برضه. ما فكرتش بقى البكالوريوس تجاره ومش عارف ايه وبتاع؟ والله فكرت يعني. بس ما فيش نصيب. لا ده بالعكس الشغلانه دي احلى 100 مره. ده انا حر نفسك. ما عشان انا مع الحاج سيد هنا بكده. وانت برضه بكالوريوس تجاره.
طب وليه كملت دراستك؟ يعني انت طالما انت عارف انك هتشتغل في محل الطاهر خد, خد المايك. ليه كملت دراستك طالما انت هنا من صغرك؟ وزي انت اسم حضرتك ايه؟ محمد. محمد. وانت اسمك استاذ محمود؟ اه. محدش عارف نصيبه فين. ازاي قول ايه؟ قول. مفيش حد عارف نصيبه. حب المكان. حب المكان. حب المكان يعني احنا من صغيرين يعني خلاص انا المكان بتاعي. دخلت الجامعه وكان ليك زمايل في الجامعه كل واحد بيفكر يشتغل في كذا يروح البنك الفلاني الشغلانه الفلانيه وانت كنت بتشتغل في محل ما فكرتش كان نفسك تروح في حته تروح القاهره تروح اسكندريه تروح حاجه تشتغل طبعا طبعا كان نفسك نفسي ما لقيتش يعني انت قاعد هنا صحيح واكل عيشك ورزقك واكل جدودك وبقك واسلافك وكله لكن كنت عايز تعمل حاجه ده شيء طبيعي اي يعني حد انت لما بتروح بالليل بتبقى مبسوط ولا لا مرضي الحمد لله الحمد لله كلنا مرضيين الحمد لله انت تسكت خالص حاضر يا استاذ محمود بتروح بتبقى بتروض بالافكار انك انت نفسك تغير شغلتك وتكلمني بصراحه لا يعني ها لا مش لو كان نفسي كنت غيرت من زمان ازاي هتغير ازاي قول حاجات كتير هتشتغل في مطعم بس في السمك تشتغل في اي حاجه بس دي شغلتك اتعلمت هنا خلاص يعني انت ما نفسكش بقى مثلا حد قال لك في بنك في اسكندريه عايز حد بكروس تجاره في مش عارف ايه اي عاوزين بس اهم حاجه البسط مش عايز تتكلم قول يا محمد لا 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 محمد قال بقى بس كده شفيت كده قال لك بس عايز اوصلك طبعا يعني انا لو قلت لمحمد دلوقتي في بنك مثلا بنك كذا بنك الاهلي مثلا طالب موظفين بكروس تجاره طالما حضرتك قلت لي كده تعين لا انا ماليش مصدر انا عايز اوصل اعمل حاجه لو لقيت لك مثلا اعلان في البنك الاهلي او بنك مصر هنا في فروع بنك مصر وعايزين بكروس تجاره يشتغلوا في البنك هتقدمه ولا لا؟ انا عن نفسي خلاص عليك انت خلاص استقرت اتجوزت؟ الحمد لله وخلفت؟ وانت متجوز انا متجوز ومخلف بس لو جات لي وظيفه ازاي هتقدم فيه هو اشجع منك لا 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 استاذ محمود ولا هو يعني عايز يدور نفسه وانت مش عايز لا انت معاك مايك الوظيفه النهارده بتضحك على نفسك ها بتضحك على نفسك في الوظيفه ازاي لان الدخل تعبان خلاص اتعلمت على كده واكلمت حياتي على كده طب الشباب دول لما اشتغلوا معاك يا عم طه طوروا في الشغل عملوا حاجة يعني ولا الحمد لله لا 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 هي صناعية ولا كان العلم فرق لا الحمد لله لا العلم ليه مهم بالنسبة لي فرق معاهم طبعا في المقابلة في المعاملة أمال أنت فين ولادك؟ أنا عندي ثلاثة عيال فين ثلاثة إيه بقى؟ محمد كام ذكر وكام أنثى؟ اثنين ذكور وواحد أنثى طيب محمد ابني واحدة أنثى اثنين ذكور وواحدة أنثى محمد ابني وكروس الخدمة بتاعه في الجيش حاليا كويس منطقة مصطفى كامل في اسكندرية اشتغل في محل هنا؟ اشتغل في شوية بس هو فتح محل موبايلات بقى ومحاميل خرج عني شويه فتح محل موبايلات وايه موبايل ومحاميل محاميل محمود وبعدين عندي ابني عبد الرحمن في كليه الطب ما شاء الله ما شاء الله في كليه الطب وعندي بنتي ياسمين بكليه التجاره ومخطوبه لواحد معيد في كليه التجاره كويس يعني بسم الله ما شاء الله بس ما حدش يشتغل معاه لا محمد جه واقف شويه معانا الله يكرمك يا عم طارق محافظ على اجدادك لا هم لكن حمد 100 سنه 100 سنه وابوك كان بيقعد هنا ابويا بقى الحاج ابراهيم ده كان راجل طيب جدا ومحبوب جدا في البلد من الناس اللي هي كنت بتشتغل بقى انا كان بيقعد هنا كرسي بتاعه كان يقعد شغله تعبان يشتغل بالكرسي يقعد بره هنا يقعد هنا يشتغل بالكرسي علمني الصبر وعلمني الشغل يشتغل بالكرسي ده وانا بقاله 20 بقاله 18 سنه ميت والدي 18 سنه ميت والكرسي ده ما سبتوش معايا كان يقعد هنا كده ويشتغل بيلف الكرسي يعمل الفول يعمل السمنه وهو قاعد يعمل فول بالثوم فول بالبيض وهو قاعد بسم الله ما شاء الله صبر ومصابره ما فيش كده والدي لغايه ما مات لغايه ما مات 5/2 سنه 2000 كان شغال قبلها قبلها باربع ايام كان شغال اربع ايام والله بعدين تعب شويه وراح المستشفى الحمد لله بركه فيكم بركه فيكم بس هم يعني شرفت رشيد نورت رشيد الله يكرمك منوره فيك يا عم طه شكرين يا شباب الحاجات الحلوه اللي كان نفسي احققها اني ابدا والحمد لله رب العالمين الله يكرمك الله يكرمك يا عم طه نورت رشيد وخلصان تطيب صباح الفل Thank you.
صباح الفل. زيك زيك عامله ايه؟ متسلم عليك كويس. ايه العيش الحلو ده؟ صباح الفل. صباح الفل. اسمك ايه بقى؟ مين بقى انت؟ ام احمد. ام احمد. عندي كم عيل؟ عندي ثلاثة، واحدة جوزتها وواحد في الجيش وواحد لسه بيتعلم. جوزي فين؟ جوزي سباك بس قاعد من الشغل. ليه قاعد ليه؟ مفيش شغل. سباك؟ مفيش كويس؟ مفيش شغل طيب. يا والله قاعد خالص. مفيش خالص. جوزها غير في السن. يعني قاعد على القهوة؟ ها؟ لا قاعد في البيت. ما بيعملش حاجة. مفيش والله شغل. أنت بقى اللي بتشتغلي. احكي لي بقى قصتك مع العيش بقى، بدأت امتى دي بقى؟ بدأت امتى؟ هي 17 سنة. 17 سنة؟ طبعا ما كنتش بتشتغلي على الفرن ده؟ لا على دي من زمان، على دي. على ده؟ ودي بقى يعني ازاي فكرت تعملي الشغلة دي؟ بدأت ازاي يعني؟ يعني كان في شو جوزك ظروف صعبة؟ وعشان اساعد العيال، ومعايا بنت كان في المدارس علمتها، اخذ دبلوم تجارة وجوزتها مع عيلين دلوقتي. تمام. بس فجايبة حاجات. والعيلين التانيين بقى؟ لا لسه، واحد في الجيش وواحد في اولى ثانوي زراعة. بيتعلموا كلهم. برافو عليك. اتعلمتي؟ معايا دبلوم زراعة. والله يا جدع برافو عليك. اللي ابوكي كان بيشتغل ايه؟ لا الله يرحمه كان سمكر على كتب يعني. بس علمكوا راجل جدع. انا اخويا مدير عبد الله نديم مدرس. مدير مدرسة. كويس. بس جوزك بقى حظه وحش في الشغل. لا الحمد لله. طب الحمد لله. فكرتي بقى تعملي حكاية العيش دي؟ انت ساكنة هنا؟ هنا برا. نو؟ والمكان ده خدتيه زي كده قاعده كده مع جيرانك يعني؟ كويسين هنا يعني الجيران. طب بتعملي ايه بقى؟ يعني نظامك اليومي ايه؟ بخبز يعني عيش، ويعني الجيران بياخدوا مننا. الصبح؟ الساعة 6 بصحى الصبح. 6 الصبح تعجني؟ بإيدك؟ أربي خميرة الأول. بتعجني بإيدك؟ بإيدي. كله بإيدك؟ وتحطيه هنا؟ في العجان ده، وبعدين أعجن، وبعدين أطلع برا أخبز. يقعد قد إيه يتخمر بقى؟ يعني على نص ساعة. نص ساعة. وبعدين تبدأ تشتغل الساعة 7 كده. يقعد للساعة كام بقى؟ لا مش من الساعة 7 يعني، من الساعة يعني على حوالي 9 10 كده الصبح. بس انت جيتي الساعة 6. ما عشان لما تختمر الخميرة مش بجيب بتاع الطابونة، خليها الخميرة عندي. وبتودي كل يوم الكلام ده؟ كل يوم. لا على حسب. انا كنت الاول بخبز كل يوم مودي البقالين. فمن ساعة ما الدقيق غلي مش نافع، فبعمله للبيوت، اللي عاوز البيوت بعمله. من الوقت اللي البقالين ما بياخدوش العيش ده؟ لا بياخدوا العيش ده. لا الناس بتشتري العيش ده؟ لا العيش ده مصري. بياخدوه وياكلوه. انت بتعملي بقى الشمس ده؟ ده بتبيعيه بكام الرغيف بقى؟ ده؟ ام احمد 3 جنيه. 3 جنيه؟ ولما يفضل العيش تعملي فيه ايه؟ بجرجش وياخدوه مني جراجيش. فين الجراجيش دي؟ اجيب لك مساويني. طيب بص يا جراجيش من البيت. هاتي جراجيش والنبي. يعني تكسريه كده؟ لا هوري لحضرتك. يعني ما بيترميش؟ لا جدع. ولا طبعا يروح لبطه ولا وز ولا حاجه، ده غالي. انت بتجيب الشيكارت دي بكام؟ 150. 150. تعمل لي كام رغيف دي؟ ما اعرفش والله. بالبركه. ما اعرفش. سلام. بالبركه ما اعرفش. ايه الشيكارة دي؟ ايوه. وبتستخدمي جنبيها بقى ايه؟ لا ما فيش حاجه. خميره بقى وكده؟ خميره بيره، وخميره بعملها انا بعد ما اخلص العجين بفركها كده واشيلها. تاني يوم اعمل عليها. ودول بقى بيستهلكوا دول بقى ولا ايه ده؟ ايه ده؟ هي المجارز اللي بندرس عليها. بايدي معموله من ايدي فل ده ولا ايه؟ الكراتين بتاعت البيض. الكرتونه بتاعت البيض. ما يجراش حاجه جوه في الفرن؟ لا. مفيش حاجه الناس ما بتسيبها لحالها، كل حاجه بيستخدموها. المعيشه بقت صعبه على الناس. يعني انت من 15 سنه بتشتغلي الشغلانه دي، كنت بتبيع الرغيف ده بكام؟ كنت ببيع ب 75 وب 50. ب 75 ب 55 ب 50 للبقال. عشان هو يكسب فيه. لكن الكبير ده كنت ببيع ب 2 جنيه. من 15 سنة؟ مرات بتبيعيه بكام؟ ما انا ببيع 3 ب 10 ولا 4 يعني ب 4 3. كنت من 15 سنة بتبيعيه ب 2 جنيه؟ ب 2 جنيه. دلوقتي بتبيعيه بكام؟ لا دلوقتي ب 4 ببيع. ب 4 ضعف. بس الناس بتشتري بقى. بيشتروا. وانت هنا بتشتغلي بالانبوبة بقى. بتجيبي انبوبه كل يوم ولا ايه؟ 60. لا الشوكاره بتاخد
انبوبتين انبوبتين يعني لو هجرجف. بتجيب الانبوب 60 جنيه. كويس. ده خلاك تغلي العيش بقى الناس هتعمل ايه ماما؟ مش بيرضوا ياخدوه، ما انا كنت بخبز بدل البقالين ما مش بيرضوا. البقالين دي كانت بتفرج عليكي، الله يكرمك. اه ده حاجه اخر حلاوه. اه. هو ده يبقى بعد قد ايه كده؟ لا بعد ما اخلصه كده باجي بالليل يعني كده. فضل عندك 10 رغيف. اه لا بيطلبوا مني يعني مثلا عايزين 5 رغفه وعايزين 5 رغفه جراجيش يعملهم لي جراجيش. اه لا انا بتكلم اه تعملهم لهم في الفرن. اه يعني كده يخش الفرن بعد ما ينشف. لا اقطعه بالسكينه واعمله بصاص يعني كده. مظبوط. اه بس اما يبرد يعني ما ينفعش يتعمل دلوقتي. لا خلاص برد بقى كله تروح مقطعاه ومدخله الفرن. اه ده اللي طلب، قال لك عايز 4 رغيفه كده واربعة كده. طب وبعدين اذا فضل عندك 10 رغيفه تعمليهم كده. اعملهم اللي عاوز بديله. دول يقعدوا بقى قد ايه كده؟ يقعد منين ما يقعد ما يصوبش ولا حاجه. اه ما يجرلوش حاجه ابدا. ما هم جم شافوه عشان انا بحط حته بيره صغيره. مش بحط له حاجه تاني. بيره صغيره خميره العاديه. ما بلاش بيره زيت اللي افتكرك بتحطي ازازه بيره ولا حاجه. ها؟ بحط البيره العاديه. حط حته خميره. البيره بتاعتنا خميره العاديه مش الخميره اللي هي الفوريه لا العاديه بتاعتنا. ده يقعد زي ما انت عايزه بقى. وده بيسوي عشان كده الزبائن بيجينا. ايوه في مصر حتى في اي حته طبعا. هتديهم لي دول هديه؟ لا ما انا هديك شويه وانت ماشي وعيش عشان تاكله وتدعي لي هناك. طيب بس بسم الله. اعمل لك شاي طيب؟ هتكسري اسناني يا ام احمد. لا مش هيتكسر ان شاء الله. ام هنا ياكلوه مع الشاي؟ شاي لبن عدس ممكن فول نابت. تعرفوش حضرتك؟ ربنا يديك الصحه. تعيش. انا مبسوط ان انت كده والدنيا كويسه. المعده الحمد لله. بس كانت حكايه البقالين دي بتفرق عليك. ايوه. كان ياخد منك 50 رغيف 100 كتير. اه بياخد. لما الحاجه غليت بده صغير بيجي الحاجه. امال الناس بتاكل ايه بقى دلوقتي؟ امال الناس بتاكل ايه دلوقتي؟ بتاكل يعني بياكلوا عيش شكله ايه بقى؟ عيش المصري بياكلوا. ما احنا بنجيبه وناكل بس لما بيقعد يعني 5 ايام 6 ايام بنشف يعني كده. بنحمص وبردك بنعمل بيه العدس. يعني انت بتاكلي بعيش؟ ايوه بناكل منه. يعني مش انت بتاكلي ده لده؟ بناكل ده وناكل ده. ده بنحمصه ونحطه على العدس بناكل. فردنا ما فيش يعني فلوس ولا حاجه نخبز. بنضطر نرجع وناكل ده. والحكايه دي بتساعدك كويس في مصاريف البيت؟ يعني 20 30 معدن الحمد لله معدن. اه تعمل لك 20 30 في اليوم. اه بس لو ما اشتغلتيش مفيش. ادينا قاعدين معاد الحمد لله نعمل ايه؟ ربنا يديك الصحة. بتنزلي بتروحي بره اسيوط ولا مفيش؟ لا هنروح فين؟ هتروح فين؟ ما معكيش حد بيساعدك؟ لا بيساعدوني بس لان محبة كده. اه بيساعدوني. ما معكيش حد بيساعدك؟ لا معايا ربنا. ربنا يديك الصحة يا أم أحمد. تعيش الله يخليك. كنت بتشتغلي وأنت صغيرة؟ اه كنت شغالة. شغالة فين؟ مجلس المدينة. موظفة؟ اه. أمال سبتيها ليه؟ عشان مؤقت. اه كنت في العقود ال مشوكي. لا طب وأنت صغيرة خالص كنت بتشتغلي؟ لا كان كنا مع يعني أنت فضلتي في حضن أبوكي لغاية ما علمك وخدتي الدبلوم؟ أيوة. واشتغلتي موظفة. معدن إيش حلو قوي. طب ما قعدنا ما فيش. يا خبر يعني انت كنت في وضع تاني يعني ما كنا ناس على كدن يعني اشتغلي خدتي دبلوم اه كان بيعمل يعني الواح زي كده ابوكي اه الله يرحمه النلض اللي هي النلض اللي كانت بتولع في الحيطان وانت كنت تشتغلي معاه كنا قاعدين بنغسل الواح كده ونغسلها هنا في نفس المكان ده وبعد ما كنت موظفة وكله تمام رجعتي قعدتي تاني تعملي العيش. نعم ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة يا أم أحمد. ده أنت ما بتسكتيش ولا ثانية. ما بتسكتيش ولا ثانية. لا. لو سيتي ثانية ضاع العيش. أيوة. يتحرك خسارة يبقى كده ما عملتش حاجة. أه أه لو راحوا شوية الرغيفة دول خلاص. أه. وأنت كان نفسك تبقي موظفة ها؟ كان نفسي. حتى انفع عيالي كنت اشتغلتي موظفه فعلا طب ما نفحت ما فيش ولما اضطريتي تنزلي كده اتضايقتي بقى لا ما اتضايقتش الحمد لله ما دام الواحد
يشتغل فيه قرش يوكل عياله ما يعوزهمش لحد خالص. بس في زمايلك فضلوا موظفين؟ اه لغايه دلوقتي قاعدين. كويسين بقى؟ كويسين وعندهم بيوت وعندهم كل حاجه. وبيشتغلوا شويه ساعات الصبح لو جوزت البت تعبت اصلك لما جوزت البت يعني تعرف الجهاز وكده. انت اللي عملت كل حاجه ها؟ اه لا هو معايا بس برضك يعني ملوش بصره يعني ما يعرفش يتصرف وكده. اه انت اللي قمت بكل الجهاز. اه هو برضك كان يعني لما يجيله شغل ساعدك على قد ما يقدر. اه لما يجيله شغل وكده يشتغله. طب هو ليه ما بيقعدش ويشتغل معاك هنا؟ لا في رجل يشتغل هنا ما ينفعش. ما ينفعش؟ لا. وانا ما ارضاش. ليه فيها ايه ده ما شغل؟ هنا الحتت الشعبية من غير يعني ما يصحش. اه في عادات وتقاليد وكده. ايوه. طيب ربنا يديك الصحة ويساعدك يا رب. يا رب. نهارك زي الفل. تعيش الله. بـ4 جنيه؟ رغيف بـ4 جنيه؟ اه. وفي واحد صغير بـ3 جنيه؟ ولا لا هو كله سعر واحد؟ ده عاملة كبيرة. وده بيشتري نوعية معينة من الناس هنا ولا أي ناس؟ لا أي ناس الغلابة والفقير وكله بيشتري. بس مش كتير 4 جنيه رغيف. ده كبير حضرتك. مش صغير يعني بس. اه يعني ياكلوا العيل في الطاقة؟ لا ده كبير. ده كبير. ده عيلة تاكله. اه. بالذات بتاع السوق حضرتك. بص حضرتك. استنى عشان دم. دي عيلة تاكله اه؟ اه بص بص حضرتك. ما تبوظيش الرغيف. لا ما احنا هناكله بص حضرتك. اه اخر حلاوة. مش زي اللي بتتباع بره بيبقى فاضي، لا بص بيبقى القلب. تمام. ربنا يديك الصحة.